أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Thank you.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ومن أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله.